لما وقفت مع استاذ عادل امام خفت؟ لا ما خفتش طبعا، انا اصلا مبسوط ان انا رايح اشوف دي مع يعني الواحد لما بيبقى رايح يشوف حاجه نفسه يشوفها المفروض يبقى مبسوط، المفروض ما يخافش، عشان الناس برضو ايه بتخاف يقول لك انا رايح مش عارف تخاف ليه، افرح احسن ما تخاف. رحت انا قعدت مع استاذ عادل، قعدت مع بقى ولا كل الحمد لله كل ما بروح بيندهلي وبيقعد معايا ويقعد يقول لي حاجات اعملها وبتاع، قاعد يقول لي الناس بتحبك قوي وبتاع، فحافظ على ان الناس بتحبك يعمل دايما حاجات حلوه، كان دايما بيقول لي كده. انا اتعلمت من الناس دي ناس كبيره وتعلمت منهم عشان بعد كده بقى اعرف انا هعمل ايه بقى ان شاء الله. ان شاء الله في السينما باذن الله في فيلم ان شاء الله انتاج احمد السبكي باذن الله، وبطولتي يعني كريم فهمي وانا او انا وكريم فهمي او اي حاجه. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد الصغير، وربنا يوفقكم وتبقوا احسن ناس في الدنيا. تابعوا كل اخباري بالصوت والصوره على موقع اتفرج.